السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيك على اليوتيوب. موضوع حلقة النهاردة عن أفضل بديل لجوجل أدسنس، وعشان ما أطولش عليكم نبدأ في الحلقة بعد الفاصل. عندنا شرح شركة إعلان جديدة اسمها أد ميفن، ويسمى يعني أو تسمى الشركة دي بأنها أفضل شركة إعلان بعائد ربحي كبير جدا. وده ليه؟ لان شركة الاعلان دي لسه جديدة ولسه اول مرة تظهر على الساحة، وده حصريا على قناة عربز تيوب لان محدش شرحها قبل كده في كل القنوات العربية والاجنبية كمان. اول حاجة هي دي، ده رابط الشركة اسمها اد ميفن. هتخش على يعني هنخش هنا نعمل سين اب، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. تمام، تكتب هنا اسمك الاسم العادي بتاعك، وهنا تكتب الايميل، وهنا باسورد، وهنا بتعيد كتابة الباسورد، وهنا بتعمل I'm not reboot، بتعلم هنا علامة عشان تيجي علامة صح. وبتختار مثلا، هو بيقولك هنا اختار الستور، فبتختار الستور مثلا، وبعد كده بتعمل verify، وبتكتب البيانات كلها، بتعمل sign up. انا طبعا عملت account فهعمل sign in. بعد كده طبعا بيبعتلك ايميل تأكيد على الانبوكس بتاع الايميل بتاعك، وبتعمل تأكيد، وبعد كده بترجع هنا تعمل لوجن. تمام، انا خلاص هعمل لوجن. الشركة دي يا جماعة بتدي عائد الربح بتاعها 80%. تمام، عائد الربح من الشركة 80%. الشركة بتدي يعني ايه يا جماعة؟ بصوا، هي العائد الربح بتاعها كبير جدا لكن مش مكتوب كم بالظبط، هو كان مكتوب 80%. تمام، هو مش مكتوب المبلغ كام، وده ليه؟ لان الموقع زي ما انتم شايفين لسه جديد، ده موقع جديد زي ما انتم شايفين ترتيبه ال 14000 في اليكسا، معنى كده ان الموقع صادق 100%. تمام، انت هنا بتضيف السايت بتاعك، هنا بتعمل كريت تاج عشان تعمل اعلان. تمام، هنخش كده نشوف الاعلانات اللي فيه. هنا في 3 اعلانات بس، البانر لسه كومينج سون، الموقع لسه تحت التعديل زي ما انتم شايفين، بانر كومينج سون. تمام، فانت هنا عندك 3 انواع اعلانات، بوب اللي هي بوب لاندر، اللي هي مثلا ما تضغط في حتة فاضية في الموقع بيظهر لك صفحة، بتيجي هنا مثلا جنب ده، وهنا اللايت بوكس بيظهر لك مربع كده بتضغط على اكس، وهنا الانتر ستيريال ده بيجيب لك صفحة زي اللايت بوكس بالظبط ولكن بتبقى بوقت معين. تمام، انت بتعمل يا دوبك شفرة الايام، تعمل جيت كود وبتحطها في التخطيط عندك، ومش تاخد منك طبعا مساحة ولا اي حاجة لان التلاتة ما بقاش محتاجين اي حاجة، وبيظهروا في نفس الدقيقة اللي بتعملهم فيها. تمام، زي ما انتم شايفين انا عامل 3 اعلانات قبل كده، وده الاعلان الرابع اللي لسه عامله دلوقتي. تمام، هي دي الاعلانات. هنا بتجيب سايت مانجمنت، وبتعمل هنا اول اصل ما بتعمل الاكونت بيطلب منك، بيقول لك يعني هات حط رابط السايت بتاعك، انت تحط الرابط السايت بتاعك، ويقول لك اكتب اسم السايت واللي هو تخصص السايت، وبتكتب السايت عادي جدا. وهنا طبعا لو عايز تعمل ايديت للسايت، وهنا لو عايز تمسح السايت وتحط سايت جديده، اعتقد ان هو بيقبل سايت واحده بس. تمام، البيمنت بتاعه بيبال بايونير بنك اكاونت. تمام، بيبال وبايونير بنك اكاونت، لسه زي ما قلت لكم موقع تحت التعديل، لسه ما قالوش اللي هو المينيمم ويذدرو اللي هو اقل حاجه للسحب، يعني لسه مش ما قالوش اي حاجه لسه. تمام، يعني ده الموقع باختصار. هنا طبعا بيجيب لك الاحصائيات بتاعتك. تمام، طبعا لسه ما اشتغلتش على الموقع، وهنا الريبورتس برضو بيجيب لك الاحصائيات. هنا طبعا بتختار الصفحه وبتختار نوع الاعلان، وبيجيب لك فيلم جيت ريبورت، وبيجيب لك الاحصائيات. صراحة شركة جميلة جدا، وانا سمعت يعني يا جماعة ان هي هتبقى فعلا تبقى شركة في مجال شركات الاعلان، تبقى كبيرة جدا ان شاء الله. انتظروها في الاشهر الجاية ان شاء الله تبقى افضل شركة اعلان تشتغلوا فيها. يعني انا ليه نشر الشركة دي النهاردة وليه اتكلمت عنها؟ انا نشرت الشركة دي يا جماعة للناس المبتدئين اللي لسه هيبتدوا شغلهم في البلاجر او ووردبريس، ولسه ما عندهمش دومين او اي حاجه زي كده يعني. فالشركات دي
هي من افضل الشركات اللي ممكن تستخدمها. فانت لسه مش قادر تستخدم ادسنس او الشركات دي، فانت ممكن تستخدم تجرب الشركات وتقعد تشوف كده الشركه اللي هتنفع معاك فيهم. انا شرحت لحد دلوقتي اكتر من 6 شركات اعلان، ده غير الشركات اللي انا قارنت بينهم ادسنس وبوبولار ادز وميلو ادز، قارنت بينهم قبل كده. فاعتقد ان انا شرحت اكتر من شركه اعلان ممكن المبتدئين يستخدموها وان شاء الله تشتغل معاهم كويس. زي ما انتم شايفين احنا وصلنا لكام مشترك، 2405 مشترك. دي حاجة انا بفتخر بيها والله العظيم وسعيد بها جدا بالرقم ده 2405 مشترك. ان شاء الله لما نوصل ل 2500 مشترك هيبقى فيه شرح حصري باذن الله هنزله ان شاء الله بشرح يعجبكم. وطبعا كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. معكم مصطفى من قناة عرب زيتيوب، دمتم في امان الله.